السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أم ياسمين. واليوم حضرت معكم أصابع التمر بالسمسم اللي خرجت هشة والبنة هايلة. إن شاء الله تعجبكم، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك والضغط على اللايك والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد إن شاء الله. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو إلى الأخير. نمر الآن لطريقة التحضير. في إناء نوضع بيضتان يكونوا على درجة حرارة المطبخ، نضيف نصف كأس سكر، أنا هنا استعملت سكر غلاس، نضيف كأس إلا ربع زيت، نضيف زوج ساشيات لافاني، كل ساشية توزن 10 غرام، ونخلطه مليح حتى نتحصلوا على مزيج كريمي. إذن هذا هو المزيج اللي تحصلنا عليه. الآن نمر للنواشف، نوضع في إناء آخر زوج كؤوس فارينة، نضيف عليها نصف كأس نشاء أو مايزينا، نضيف نصف كأس لحظة أي بودرة الحليب، نضيف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، ونحركوا مليح المكونات الناشفة مع بعض. كما راكم تلاحظوا هذه الحلوى ما استعملنا لا زبدة لا سمن، استعملنا فيها الزيت فقط. والآن نضيف المواد السائلة اللي خلطناها في بداية الفيديو، نضيفها على النواشف، نضيفها كاملة. ونحرك المكونات مع بعضها حتى نتحصلوا على عجينة. إذا جاتكم العجينة شوية ناشفة نضيفوا قطرات من ماء الزهر حتى نتحصلوا على عجينة طرية. هنا هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها، كما راكم تلاحظوا هي عجينة طرية وتتشكل باليد. نخلوها ترتاح مدة 5 دقائق ونحضروا الحشو. الحشو هو عبارة عن التمر، هنا التمر نقيته وفورته وطحنته، نضيف عليه ملعقتان من الزيت، نضيف ملعقة أكل قرفة، قرفة مطحونة طبعا، ونعجن هذا التمر والزيت والقرفة، نعجنه مليح باش تدخل القرفة في التمر وتعطيه بنة.
انا خلاص راني عجنت التمر مليح مع القرفه والزيت. الان نشكلوا حرابيش او اصابع بالتمر، من الاحسن يكونوا نفس الحجم حتى نكملوا كميه التمر كامله ونخلوه بجيه. واللي بغات دير اصابع التمر رقاق على هاك ترقق التمر. والان في اناء نوضع السمسم، انا هنا استعملت كاس، ونضيفوا عليه العسل، قليل من العسل، هذا غير عسل مصنوع في المنزل، ونضيفوا رشة من ماء الزهر باش يتماسك، ونحركوا المكونات مع بعض. هاد السمسم هو اللي نغلفو به هاد الحلوى تاع اصابع التمر. الان نبدو في تشكيل العجين. هنا استعنت بصاشية او بلاستيك، نوضعو قليل من العجين، نحلوه بالحلال، يكون الشكل مستطيل طبعا. لازم يكون السمك تاع العجينة يكون رقيق. نحايدو الزوائد تاع العجين، نشكلو مستطيل. ونحط التمر في الوسط او في الاطراف، دائما نحيد الزوائد تاع العجين. ان شاء الله تكون الصوره واضحه. ونشكله بهذا الشكل اللي موضح في الصوره، نحايد قليل من الزوائد تاع العجين باش ما يجيناش العجين غليظ. نشكلوا هاد الحرابيش كيما راك تشوفوا. ونحطوه في السمسم. نرمدوه بالسمسم مليح. هنا هذه حبة ثانية. ونبقوا على هذه الطريقة حتى نكملوا كامل كمية العجين. راهي تخرج لينا حبات وفيرة ما شاء الله. أنا خرجت لي قريب 30 حبة. والتمر استعملت رطل تمر كفاني. وهذه الحلوى خرجت هايله في البنة وفي الشكل. نتمنى تجربوها.
وصحية كذلك، فيها التمر والسمسم، المكونات صحية جدا. ونكملوا كامل العجين على هذا الشكل ونقطعه أصابع، من الأحسن يكونوا نفس الحجم. نضع ورق الزبدة في الصينية اللي نطيبه فيها، ونحط الأصابع، أصابع التمر، نكونوا مشعلين على الفرن من قبل على درجة 160، نحط الصينية في الرف الوسطاني، نحمره من الأسفل ونزيد نحمره من فوق. انا خلاص راني رايحه ندخله في الفرن، دوك نشوفوه بعد الطهي. اذا هادو هما اصابع التمر بالسمسم بعد ما نضجو، لازم نعطوه هذا اللون الذهبي. شوفوا نقسم معاكم حبه، كيخرج خرج هشيش ويتفتت، وفي نفس الوقت فيه واحد القرمشة، والبنة تاعها رائعة. هذا هو الشكل النهائي تاع هذه الحلوى تاع أصابع التمر بالسمسم. وإذا عجبكم الفيديو وإذا عجبتكم الحلوى، ما تنسوش اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد إن شاء الله. سلام، إلى الملتقى إن شاء الله.